مع اقتراب موعد الدخول المدرسي لهذا الموسم، تعرف بولاية جيجل مؤسسات تربوية حديثة جاهزة لاستقبال التلاميذ بعد الانتهاء من أشغالها، فيما لا تزال أخرى قيد الإنجاز. عندي 320 تلميذ، التجهيز راه واجد في المتوسطة نتاع عامرة. إذا كان يعني في 30 كما تعهد السيد المقاول، نفتحوا السيد الولي ماذا بينا يكون نقص على التلاميذ تاعنا ونقص على المتوسطة الأخرى. مرافق تربوية وأخرى بيداغوجية جديدة ينتظر أن يتدعم بها قطاع التربية لتفادي ظاهرة الاكتظاظ، خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا. أنا يا توني وفيتك جو سوي في هزني العقد عقلي مالك ما نعرفش. أنا بالنسبة لي مستحيل تدارك 12% من البلوك بيداغوجيك وفي حتى لوكات نوفمبر. مازال 25 جور ماكس في في داستاسيو تشونتي اوتون كرانا دون لي ديري، ولكن كي نحسبوا على الوضياس رانا اورديري باموا اكتوبر. هذا نسلمك المشروع لو 30 ان شاء الله بربي ان شاء الله نلتزم معك. بين التزام المقاولات المكلفة بالإنجاز باحترام الموعد قبل الدخول الرسمي وأمل الأولياء في توفير كل الظروف، تبقى السلطات المحلية في سباق مع الزمن.